الحياة ممكنة على سطح كوكب آخر من غير الأرض. إنها إحدى أعظم إنجازات علماء الفلك، تم الوصول إليها عن طريق البيانات التي رصدها تلسكوب كيبلر لوكالة نازا الأمريكية والمتواجد في الفضاء الخارجي منذ 2009. كشف خلالها عن مئات الكواكب ومنها كيبلر 186 أف، له خصائص مشابهة للأرض ويبعد عنها بمقدار 300 سنة ضوئية. يتواجد في منطقة يطلق عليها اسم المنطقة الصالحة للعيش، لأن حرارتها مواتية لتكون الماء السائل. يتسم الكوكب الجديد بالتغير السريع لمواسمه، وعدد أيام السنة لا يتجاوز 130 يوم. في رأيك، هل تعتقد أنه من الممكن العيش خارج الكرة الأرضية؟ شاركنا